حق عشان مثلا والعمال ان شاء الله شهرين ثلاثة يحصلون ايجارهم. يعني نقوم اليوم بإعادة دهن الأرصفة في مدينة الصور بما يقارب 3000 متر طولي ليزيد من جمالية المدينة بعد أن تضررت نتيجة الأحداث التي مرت على هذه المنطقة. عندنا تقريبا شيء 3000 متر من الأرصفة عم باشر فيها بدهانات بعد هالمضي من هالدمار. نحاول نعيد جمالية مدينتنا إلى أفضل وأفضل، وإن شاء الله نحاول نعيدها مثل ما كانت وأحسن. قمنا بمشروع هذا الأرصفة إعادة تأهيلها من دهان كونا متضررة من المنطقة من حروب ودمار، وحتى تعطي جمالية لهذا البلد. يعني رغم الإمكانيات الضعيفة، هل الإمكانيات اللي عندنا جعل نستطيع نقدمها نقدمها. باب اللقاءات الدروسية.